أهلا وسهلا بيكي عزيزتي. اليوم راح نسوي كليتشة البابلية الآشورية، هذه اللي تشوفيها أمامك. تعالي وياي حتى تشوفين المواد المطلوبة وطريقة العمل. أول شيء أنا راح أبدي أسوي الحشوة اللي أحتاجها للكليتشة البابلية. هي عندي هنا 250 غرام زبد، عندي طحين أسمر، عندي لب جوز طحنته بهذا الشكل، احتاج دبس التمر، احتاج ملح وقليل من المي اذا احتاجه. هسه ذوبت الزبد وراح انتظر عليه بس يغلي شوية. عزيزتي بعد ما تبخر الحليب اللي كان موجود بالزبد، هسه راح اضيف له الطحين شوية شوية. طبعا ما بمقادير، هو على النظر، بس الى هسه انا حطيت 4، هاي 5 ملاعق، هاي 6 من الطحين، وراح احركه. لازم طحين اصفر يكون، لا تستعملين ابد الطحين الابيض بحلاوة الطحين اللي دا نسويها للحشوة الكليتشة البابلية. ظلي قلبي الى ان ما تذوب كلها، يذوب كل الطحين اللي خليتيه. هكذا اضيف بعد ثلاث ملاعق وقلب، وظلي قلبي بيه، لا تتركيه. اضيف له بعد تقريبا صار 10 ملاعق من الطحين او 9 اللي ما عديتهم. راح اضيف ملعقتين اخرى، راح اضيف له القليل من الملح، واضيف له الدبس، دبس التمر، واخيرا راح اضيف له لب جوز ايضا المطحون. اخلط ووطي الحرارة، لا تخليه حرارة يعني عالية جدا. اضيف له بعد، واخيرا راح اضيف له القليل من الماء، حوالي مقدار نص كوب من الماء، اضيف له بعد. هذه الحشوة متعودين نسويها، فما يعني ما بيها مقادير، هي على ال يعني شلون راح تشوفيها انت شلون راح تصير بالاخير. هكذا اختلطت كل اجزائها. اكو ناس تحب تحط سكر بيها، اكو ناس تحط دبس التمر بيها. هكذا صارت عندي جاهزة. اطفي النار واخليها تبرد الى ان ما احضر عجين الكليتشة. عزيزتي هسه راح نسوي العجين الخاص بالكليتشة البابلية. طبعا الكليتشة البابلية ما تحتاج زبد كثير مثل الكليتشة العادية اللي نسويها، الزبد يصير اقل لانه عندي زبد انا بالحشوة. فعندي هنا 150 غرام زبد ذوبته يعني وسخنته، بس الحرارة اللي سخنته يعني مو كلش يغلي ولا بارد، متوسط، لأجل أن يعني الكليتشة عندي تطلع مضبوطة. عندي هنا خميرة ملعقتين، بهذا الكوب قست 4 أكواب طحين، بنفس الكوب خليت خميرة ملعقتين صغيرة خميرة،
ملعقتين كوب، وأضيف له مي دافي وأتركهم يرتاح. أحتاج أيضا قليل من السكر، راح أضيف سكر حوالي ملعقتين طعام سكر. أحتاج ملح حوالي نصف ملعقة طعام ملح. الهيل يعني انت ايش قد تريدين، انا راح اخليه ملعقه طعام، فانت اذا تريدين اكثر او اقل يعني يرجع الكيل. راح اخلي الزبد عندي هنا ساخن، يعني ساخن مو كلش ولا بارد، راح اضيفه على هالمواد واعجنهم مع بعض. مثل ما تلاحظين بعد ما اختلط كل الزبد مع الطحين صار شكله، صار بهذا الشكل على شكل رملي. راح اضيف له الخميرة والمي والسكر اللي خلطتهم، واضيف له قليل جدا من المي، وابدي اعجن قليل جدا يعني تقريبا ربع كوب من المي، وأبدي أعجن وأشوف إذا يحتاج بعد مي راح أضيف له. عزيزتي مثل ما تشوفين انتهيت من العجينة، صارت بهذا الشكل. طبعا ضفت لها قليل أيضا من الماء، صارت بهذا الشكل. هسه راح أغطي العجينة وأخليها تختمر وأرجع لكم. عزيزتي بعد ما اختمرت عندي العجينة قطعتها بهذا الشكل، صفيتها بالصينية. هسه راح ابدي اشكلها واشوفك شلون نشكل الكليتشة البابلية. بعد ما فتحتها بهذا الشكل راح اخذ هاي العجينة اللي سويتها او الحشوة اللي سويتها، راح اخذ وافرش نصف دائرة يعني مو كلها. أجيب هذا الجزء فوق هذا الجزء وأغلقه، بعد ما انتهيت من غلقها أشوف لك المرحلة الأخرى. إذا أنت ما تقدرين تسوين الطريقة اللي راح أسويها، استخدمي الشوكة واضغطي عليها الشكل للتزيين حتى تغلقين هذه الجوانب طب دائرة، أو أنا متعلمة من صغري أسويها بهذا الشكل. كنا دائما الكليشة الجوز نسويها بهذا الشكل، أخذ هالشكل دائر أبرم هالشكل، أبرميها هالشكل. أول مرة رقيها شوية، أنت تقدرين تسحبين وتبرمين، استمري بالبرم، أريد تشوفين شلون دا أبرم هالشكل، هالشكل البرم، هالشكل برمتها. صارت جاهزة، خليها بالصينية. خذ واحدة ثانية افتحها، حاول اوزع كل الحشوة عليها، اغلق العجينة. اشوف الكيشون طريقة هالشكل أبرمي، هالشكل هالشكل
شوكة أضعها بالصينية. انتهيت من الكليتشة، شغلت الفرن. هسه راح أبدي أدهنها بالبيض كلها وأخليها بالفرن مثل ما قلت متوسط الحرارة بالوسط. هذه كليتشتنا البابلية الآشورية العراقية، مشهور بها يعني أكثر شيء شمال العراق مشهورين بهذه الكليتشة. هي بابلية آشورية عزيزتي. هو هذا الشكل النهائي والأخير لكليتشتنا، الكليتشة البابلية الآشورية العراقية. هي هذه كليتشتنا بعد ما خرجتها من الفرن. طبعا من نقدمها نقطعها إلى أحجام صغيرة بهذا الشكل. هذا هو شكلها من الداخل. أتمنى تعجبك هذه الوصفة وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.